قل لا إله إلا الله يا نادي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. دي إرادة ربنا، هنعترض على إرادة ربنا؟ دي مشيئته يا أخي. وبعدين لازم تصلب طولك وتمسك نفسك، أنت اللي فاضل من ريحة المرحومة. هو أنا شايف إن شوية والنيابة هتيجي وتحقق وتعاين وتقول لنا الموضوع ده حصل إزاي، إنما إحساس، إنما دي إرادة ربنا. كويس إنك جيت يا نيازي. تليفونك جاب لي سكتة قلبية يا ريس. الحمد لله. أبقوا اسمي يا أحمد. عطيه خد الوسطى وانزلوا تحت لحد ما النيابة تيجي، ها؟ واطلعوا معاهم. شد حيلك، إن الله وإنا إليه راجعون. الكلام ده حصل إزاي؟ الحمد لله، إرادة ربنا. اللهم الاعتراض. المهم انا عايزك بس تحجز لي في دار مناسبات مهمه، ومش بس كده، تعمل لي نعي في اهم جرايد في البلد، وما يهمكش الفلوس، اصرف على قد ما انت عايز. ها وعشان ما نتعبش اخونا نادر، انا عايزك في حاجه. تعال تعال تعال. ما تسيبنيش اموت هنا يا نادر. ابوس ايديك طلقني منه، طلقني منه لو كنت راجل. يا صفاء اسماعيل، دلوقتي الموضوع بقى صعب، وانك تطلقي دلوقتي معناها ان انا كمان سيب الشغل. ما انا نسيت ان مرتبك دلوقتي وصل 7000 جنيه غير البدلات والعمولات. انت عاوز اشحت ولا اشتغل حرام؟ معلش يا جم، ده هنكمله ازاي؟ وشقه الحدايق هندفع قسطها منين؟ الشقه اللي انت اخدتها غير العربيه اللي انت بتدفع القسط بتاعتها من شهرين. انا ما بعملش حاجه لنفسي يا صفاء، وكل حاجه بعملها لينا في الاخر، وما عنديش مانع انك تطلقي، بس كل حاجه في وقتها. ما انت ما تجيش يا حبيبتي دلوقتي تغرقي وتغرقينا معاكي، الدنيا كلها هتهدي في دماغك. اسمعني يا هزي، الكلام اللي انا قلته لك فوق ده تكلف بيه عبد المعطي او معداوي، انما انت انا عايزك في حاجه مهمه. خير يا حاج، فهمني. الواد ربيع تاخده من البيت القديم توديه على المستودع الجديد، وهناك تقعد حاري الشخص ليه، اوعى يخرج عن عينك يا نيازي، وانا ان شاء الله على الفجر هاجي لكم. طب وهتيجي المشوار ده كله ازاي وانت هنا في ليله كبيره؟ ما هي الجثه النيابة لما تيجي تعين وتحقق، يا اما هتوديها على المشرحة يا اما هتدي لها اذن بالدفن. انت كده ولا كده انا هخطف رجلي واجيلكوا. حاج عباس، في ايه بالظبط؟ هو ربيع متورط في حاجة لا سمح الله؟ يا جدع انت جاي تحقق معايا ولا ايه؟ اللي بقوله لك تسمعه نيازي وانت ساكت، انت فاهم؟ انا عايز الموضوع ده يفضل سر بيني وبينك، محدش يعرفه خالص، فاهم؟ حتى ام ربيع نفسها انسألت. حاضر اتكل على الله ونفذ اللي بقولته. يعني الباب كان مقفول من جوه؟ ايوه يا باشا، واضطريت اكسر الترباس عشان الجماعه يعرفوا يدخلوا جوه في الشقه. ما هم طلبوني عشان كده. في اي حد غريب طلع الشقه اليومين اللي فاتوا؟ حتى لو بتاع الدليفري. لا يا بيه، مفيش غير الاستاذ نادر. اول امبارح جه وقعد يخبط يخبط، بس الست ما فتحتش. واضح ان محدش اقتحم الشقه غيره. الباب مقفول من جوه والشبابيك مقفوله كويس، يعني مفيش اي منفذ للدخول، حتى ارضيه الحمام مفيش اي اثر رجل غريبه غيرك انت وجوز المرحومه. معنى كده ان الله يرحمها كانت في الشقه لوحدها، وبالتالي مفيش اي شبهه جنائيه. ولا انت ليك راي تاني؟ تفتكر ايه اللي حصل يا استاذ نادر؟ ما اعرفش، انا مش فاهم حاجه. انا حاسس ان انا في كابوس هصحى منه. انا مش مصدق اللي حصل، مش مصدق. انت قلت لي ان عندك زوجه واولاد. يا ترى اسرتك الاولانيه علاقتها ايه بالمرحوم؟ مفيش سعادتك عادي. بعدين دي مش اول مره اتجوز على مراتي الاولانيه. سعد، المعاينه المبدئيه بتقول ان الست اتزحلقت في الحمام فوقعت على راسها على طرف البانيو وحصلت الوفاه. انت شايف اي شبهه جنائيه؟ شبهتي سعد دي مشيئه ربنا، انا اعترض على مشيئه ربنا. اللهم لا اعتراض. البواب قال لي ان عندك ابن شاب منعته يجي الشقه وطردته قبل كده، ممكن اعرف السبب؟ ما في السبب سعادتك، اللهم لا اعتراض.